أشكركم وأدعو معالي الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية لإلقاء كلمته. شكرا سيادة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، أصحاب المعالي الوزراء، أصحاب السعادة رؤساء الوفود، أصحاب السعادة رؤساء المنظمات العربية المتخصصة، السيدات والسادة، أود في مستهل انطلاق الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في دورتها 26 أن أهنئ جمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وشعبا على توليها رئاسة هذه القمة وعلى كل ما وفرته من إمكانيات كبيرة وتنظيم محكم لإنجاح القمة، متمنيا لمعالي العزيز الأخ منير فخري عم النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمهورية مصر العربية كل التوفيق والسداد في إدارة أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري في هذه الدورة الهامة. كما أتوجه بوافر الشكر والتقدير إلى دولة الكويت التي ترأست القمة العربية السابقة على كل ما بذلته من جهود كبيرة وجهود مقدرة وأنشطة متنوعة للدفع قدما بمسيرة العمل العربي المشترك وترسيخ مقوماته. وأحيي بهذه المناسبة معالي السيد أنس خالد الصالح وزير المالية بدولة الكويت الذي ترأس وفد دولة الكويت في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ويسرني أيضا الترحيب كذلك بمعالي المهندسة مها علي وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية التي تشارك معنا اليوم ولأول مرة في هذا الاجتماع. كما يشارك معنا لأول مرة في الاجتماع معالي السيد رضوان لحوح وزير التجارة بالجمهورية التونسية ومعالي الوزير الرياض ياسين عبد الله وزير الخارجية بالجمهورية اليمنية الذي يحضر لأول مرة هذا الاجتماع. وكذلك معالي السيد محمد آدم إبراهيم وزير المالية في الصومال. سيد الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، تنعقد القمة العربية العادية 26 في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية في ظل تحديات كبيرة تمر بها المنطقة العربية، تحديات جسيمة، تحديات غير مسبوقة، مما يستوجب بذل جهود مضاعفة وتعاون وطيد بين الدول لمواجهتها والتغلب عليها. لقد أصبحت أصحاب السعادة، أصحاب المعالي والسعادة، لقد أصبحت قضايا التنمية ببعديها الاقتصادي والاجتماعي تحظى باهتمام خاص ومتزايد ضمن منظومة العمل العربي الجماعي بعد ترسيخ مبدأ عقد القمة التنموية كل عامين. وانعقدت القمة الأولى في الكويت عام 2009 والثانية في شرم الشيخ عام 2011 ثم في الرياض عام 2013 وجري العمل الآن على إعداد الدورة الرابعة للقمة التنموية في تونس إن شاء الله. وتحكي في القمم التنموية على بناء اقتصاد عربي متكامل العناصر تعم فائدته على جميع الدول الأعضاء. كما يعمل مجلسكم الموقر على متابعة المشاريع الكبرى للتكامل في شتى المجالات وتدارك النقص الذي كان يعاني منه العمل العربي المشترك في المجالات الحيوية التي تمس عن قرب المواطن العربي وتضفي مزيدا من المصداقية والقناعة بالعمل العربي الجماعي. ولكن رغم كل الجهود التي تبذل إلا أن العمل لا يبدو بالاعتراف إلا أن العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك لا يزال في حاجة إلى إلاء المزيد من الاهتمام والمتابعة وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات الاقتصادية الكبرى للربط بين الدول العربية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة والطرق والنقل وغيرها وهي المجالات التي تشكل أساس التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة وتتطلب أن يزيد الاهتمام بالقضايا العاجلة والملحة كخفض معدلات الفقر البطالة إيجاد العمل اللائق والخدمات الصحية والتعليم وغيرها من المشروعات ذات الأولوية للمواطن العربي وأيضا مواكبة ثورة التكنولوجيا والمعلومات وتطور العلم والبحث العلمي في شتى المجالات التي تؤثر بصورة المواطن العربي وعلى ربط حياته وثقافته وبناء مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة. سيد الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة،
مطروح على مجلسكم الموقر اليوم عددا من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية الأهمة التي من شأنها المساهمة في تعزيز العمل العربي المشترك، ومنها تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الأخيرة التي عقدت في الرياض عام 2013، وخاصة فيما يتعلق باستكمال إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتركيز على بعض الجوانب المتعلقة بها مثل قواعد المنشأ العربية التفصيلية ومعاملة منتجات المناطق الحرة وجدول الالتزامات الخاصة باتفاقية تحرير خدمات تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، وتقديم الدعم المالي والفني للدول العربية الأقل نموا في منطقة التجارة الحرة الكبرى، والالتزام بمعايير الإجراءات غير الجمركية، وهي أمور تتطلب من المجلس الموقر إلى المزيد من الاهتمام لتنفيذ توجهات القمة في هذه المجالات من خلال دعم جهود المجالس الوزارية والمتخصصة والمنظمات العربية ذات الصلة. سيد الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، إن التطورات المتلاحقة التي تشهد المنطقة والتوجهات العالمية الجديدة للتنمية تؤكد على ضرورة تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي للقيام بدور أكثر فاعلية في هذا المجال. والعالم بصدد إطلاق أجندة التنمية العالمية لما بعد عام 2015 في شهر سبتمبر أيلول المقبل، وفي إطار التواصل مع المنظمة العربية في نيويورك التي طلبت أن يكون هناك موقف عربي واضح من أهداف التنمية العالمية المرتقبة حتى تكون المساهمة العربية فعالة في المفاوضات الدائرة في نيويورك التي ستنتهي بإعلان أهداف التنمية المستدامة وبقية الوثائق المتصلة بها، وأن يكون هذا الموقف معتمداً على أعلى مستويات اتخاذ القرار بما يدعم الموقف العربي ويسهم في تضمين أولويات المنطقة العربية ضمن أجندة التنمية العالمية المرتقبة، وخاصة فيما يتعلق بتعديل بعض الأدبيات والمصطلحات المستخدمة والتي لا تتماشى وعراقة الثقافة والتراث العربي. وانطلاقا مما تقدم، أقر مجلسكم الموقر في دورته 95 عرض موضوعات الأولويات العربية لأجندة التنمية المستدامة العالمية لما بعد عام 2015، والذي جاء نتيجة جهود عدد من المجالس الوزارية المتخصصة وفي مقدمتها مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي عقد مؤخرا مؤتمر وزاري هنا بشرم الشيخ بتاريخ آخر أكتوبر العام الماضي حول بلورة الأهداف والغايات لأهداف التنمية العربية لما بعد عام 2015. اليوم أدعو المجلس الموقر إلى إقرار هذا الموضوع الهام لرفعه إلى القمة لاعتماده بما يعزز الجهود العربية الرامية لتحقيق طموحات وأمان الشعوب، ويؤكد على مكانة الإقليم العربي ضمن أقاليم العالم. سيد الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، في إطار التحرك العربي الفاعل في مفاوضات صياغة الاتفاقية الجديدة لتغيير المناخ التي سوف تعتمد في باريس خلال المؤتمر العالمي المزمع انعقادا في سبتمبر القادم، حيث سيتم عرض الموقف العربي تجاه أي ترتيب قانوني ليكون متوافقا مع مبادئ العقل والإنصاف بين الدول وترسيخ المسؤولية لجميع الشركاء الدوليين في هذا المجال. لا يمكن أن أتحدث سيادة الرئيس عن الدور المطلوب من جامعة الدول العربية بدون الحديث عن الأذرع والروافد الفنية للجامعة، وهي المنظمات العربية المتخصصة والمجالس الوزارية المتخصصة والمجالس العربية الوزارية والمساهمة الفاعلة لهذه المؤسسات في تحسين معيشة المواطن بما يلبي متطلبات الحياة الكريمة. ونأمل أن تعالج الدراسة المطلوبة لتقويم عمل المنظمات العربية والمجالس الوزارية الصعوبات والمعوقات التي تعترض من عمل هذه المؤسسات في تحقيق أهدافها المبنية في اتفاقيات تأسيسها وفي أنظمتها الداخلية. سيد الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، تمر المنطقة العربية بتغييرات ديموغرافية يتزايد فيها عدد سكان الدول العربية يوما بعد يوم، مما يشكل تحديا كبيرا في كيفية الموائمة بين توزيع مكتسبات التنمية والنمو السكاني، خصوصا مع محدودية الناتج القومي الإجمالي العربي الذي بدوره يزيد من تباعد وتدني مستويات المعيشة للمواطن العربي وظهور العوارض السلبية لذلك الفقر والجهل والمرض في ظل معدلات بطالة تفرزها اقتصادات تقليدية لا تسعى إلى تنميع مصادر الدخل لديها.
الأمر الذي يجب أن يدفعنا جميعا إلى الإقدام بشجاعة على اتخاذ القرارات اللازمة لتعزيز بناء التكامل الاقتصادي العربي على مستوى منطقة الحرة، منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، وتوفير القرار السياسي اللازم لتحقيق ذلك، وهي مسؤولية تقع علينا، وهو ما يطوق المواطن العربي إلى تحقيقه. سيد الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، إن القضاء على الفقر المدقع وخفض معدلات الفقر الأخرى وإيجاد العمل اللائق هي الأولوية الرئيسية في أولويات التنمية، وما يمثل أيضا التوجه العالمي للتنمية ما بعد عام 2015 الذي ينصب في الأساس على خفض الفقر والحق في العيش الكريم، الأمر الذي يتطلب مبادرات هامة وفاعلة. ويسعدني في هذا الصدد أن أتقدم إلى مملكة البحرين بالشكر على مبادراتها الهامة لتطوير المشروعات المنزلية ومشروعات الأسر المنتجة لتكون مدخلات في الصناعات الكبرى، بما يمكن من ضمان الدخل الثابت واللائق لتلك الأسر والمشروعات، وما يسهم بشكل فاعل في إنهاء الفقر المدقع وخفض معدلات الفقر في المجالات الأخرى. وأشكر مملكة البحرين مجددا على هذه المبادرة الهامة. أدعو الدول الأعضاء إلى المزيد من المبادرات في هذا الصدد، مؤكدا على دعم مثل هذه المبادرات الهامة بما ينعكس إيجابا على المواطن العربي. كما تعلمون أصحاب المعالي والسعادة، هناك جهودا عربية هامة لتطوير التعليم والبحث العلمي، وفي ضوء ما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة، فإن الأمر يتطلب إلى المزيد من الاهتمام والعناية لتطوير والارتقاء بمنظومة التعليم العربي على كافة المستويات وفي جميع المجالات. ومن هذا المنظور جاءت مبادرة جمهورية مصر العربية لإطلاق العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار بين عام 2015 و2024، لتمثل مبادرة هامة في هذا المجال الحيوي بما يعزز من قدرات المواطن العربي ويمكنه من إداء دوره في العملية التنموية، وبما يحافظ على ثقافتنا وتراثنا العربي العريق. وأدعو كافة الجهات المعنية في الدول الأعضاء من حكومات ومنظمات مجتمع مدني وقطاع خاص للاهتمام بتنفيذ هذه المبادرة الهامة، وتنعكس إيجابا على المواطن وعلى الأسرة العربية. في الختام سيادة الرئيس، أتمنى لكم مجددا كل التوفيق والسداد في مهمتكم والخروج بقرارات صائبة تدعم مسيرة العمل العربي المشترك، كما أتمنى للمجلس الموقر نجاح أعماله والخروج بقرارات ترسي دعائمه وتسهم في تحقيق النهضة التنموية التي تتطلع إليها الشعوب العربية ويحلم بها الشباب العربي في كل مكان. شكرا سيادة الرئيس.